خلونا دلوقتي نشوف الأخبار اللي هتحصل إن شاء الله النهاردة. فالنهاردة هيترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، وده بحضور رؤساء الجامعات. كمان النهاردة هيتم عرض فيلم رحلة يوسف في جمعية الفيلم بدار الأوبرا المصرية، وأخبار وأحداث تانية كتير هنتعرف عليها في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤساء الجامعات وأمين المجلس. وهيناقش وزير التعليم العالي خلال الاجتماع تفاصيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول الميدترم بالجامعات، بالإضافة لمناقشة ملف انتخابات الاتحادات الطلابية واللي بدأت أعمالها أول امبارح في الجامعات بفتح باب سحب الاستمارات والترشح. النهارده هتعرض جمعية الفيلم فيلم رحلة يوسف للمخرج جواد سعيد، واللي هيقدمه الدكتور وليد سيف، وسبق وتم عرض الفيلم في مسابقة آفاق عربية ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44. كمان النهارده هتنظم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما أولى حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالموسم الفني الخامس، وده هيكون الساعة 7 بالليل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وهيتم عرض أفلام فليحيى أبو الفصاد وفنجان قهوة وراضية، وهي من الأفلام المتميزة اللي بتتناول الجانب الإنساني عند الطفل. لعشاء كأس العالم، النهاردة هيكون معادنا مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات للمجموعتين الثالثة والرابعة من كأس العالم. منتخب تونس هيواجه منتخب أستراليا الساعة 12 الظهر، ومنتخب السعودية مع منتخب هولندا الساعة 3 العصر. منتخب فرنسا هيواجه منتخب الدنمارك الساعة 6 بالليل، ومنتخب الأرجنتين هيواجه المكسيك الساعة 9 بالليل.